زيارة السيد وزير الصحة اليوم، أكيد عندكم طلبات قدمتوها باش تواصلوا الخدمة والمجهودات هذه، شنو تنتظروا من وزارة الصحة إنها باش تقدم لكم سواء قرارات أو كتجهيزات وموارد بشرية بالطبيعة؟ بارك الله فيك. سيد وزير الصحة، احنا في تواصل معه يوم. سيد وزير الصحة استجاب لجميع طلباتنا اللي قدمناها في اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث. غدوة إن شاء الله مستشفى الجامعي سيتعزز بزوز سيارات إسعاف صباحا. غدوة المستشفى الجامعي مش يجيو آلات الأكسجين هذا مش نعطيهم المرضى في الدار، ما همش عدد كبير برشا، بين 3 و4، وهذا بداية، ثم بعد مش نزيدوا. الوزارة مادة يدها باش تمدنا بالتجهيزات الضرورية. اليوم 4 أسرة في قسم القلب مش يوقع تسخيرهم للنعاش الطبي لرفع مستشفى ابن الجزار إلى 13 سرير. عنا 4 أسرة في الغالبة إن شاء الله نجموا بفهم، مش يولي عنا 17 سرير نعاش في القيروان، وإنما الموارد البشرية